وأيضا 24 أيار 2007 بعد أيام أيضا من بدء معارك نهر البارد، قيادة الجيش مديرية التوجيه بتنهر الرقيب الشهيد شوقي فرحان محمود اللي استشهد أيضا دفاعا عن سيادة وطنه لبنان. شو كان مركز الشهيد شوقي على أرض المعركة بنهر البارد؟ هو كان وظيفته كان أساسا شوفير آلية مش محارب يعني على الأرض. نعم. أول ما وصلوا هنيك على نهر البارد ما قدر يتحمل انه شاف رفيقه عم تحارب على الارض وعم تصاب على الارض وهو يضل بالاليه، فضل انه ينزل مع الشباب رفيقه يسكر الملاله، سكر كل شيء الملاله امن عليها وينزل مع الشباب رفيقه يحارب معهم على الارض مثله مثلهم. كيف استشهد خيك؟ عبوه ناسفه. حطينا عبوه ناسفه كانت فوق الباب، هن عم يفتحوا المبنى، عم يداهموا المبنى يفتحوا المبنى، يضرب الباب بردوا للشباب بقول لهم لا زيحوا انا بدي افتح، ما كان يخليهم، قالوا له انت عندك بنت ومرتك بدها تولدي تخلهم عليه. ردوا لورا وحب يفتح الباب، طلعت العبوة فيه. من بعد ما طار رجع كمان قناص كمان قوس رصاصتين بظهره. الله يرحمه. طيب. قلت لي مرته بدها تولد كانت بدها تولد مرته وهو طلع على المخيم نهر البارد، طلع على المخيم وعارف انه مرته بدها تولد. يعني انه لك الذكرى شو بدها تكون حلوه على البنت ومع كبر حياتها مع استمرار بحياتها انه هي خلت من هون وبي استشهد من هون ما شافها. نفس النهار؟ نفس النهار. كان بيا مصاب له يومين بس النهار اللي طلع الخبر انه استشهد بيا انه ولدت امها. نفس المستشفى؟ لا هو اكيد ابن الجبل بتعرف نحن ابن البروك انا ابن البروك ابن الشوف هو كان بمستشفى الملا بطرابلس. العائلة كانت مقسومة قسم الحياة وقسم الموت؟ بالضبط هيك، أنا وخي أسامة صغير كنا بعمتي بطرابلس، أخوتي البقية اثنين وأمي وبيي عندها بالمستشفى بالشوف. استشهد وخلقت بنته؟ خلقت بنته. السبب انبسطنا فيها يعني بس بهالوقت ما بتعود تفكر بولادة طفلي أو مثلا او انه بهالحياه انه طفلي اجت على الحياه بس اجت لا كان اكيد الحزن كان اكبر لانه شو زمل بالطفله اجت على الحياه منيح ما بتعرف بايا بين اليوم عمره صار 7 سنين. انا شو بتقول اليوم عن بيا؟ شو بتسال عنه بتعرف وبتشوف له صوره بالبيت عائلة بتعرف انه بيستشهد. شو بتسالك بهالعمر عن بيا؟ انه وين بابا؟ انه ليش ما اجاش؟ ليش؟ مزبوط بابا مات شيراز شي شو ما احكي لك عنها بوصف لك اياها ما تتصور لو انه الشريك يا زيرك العمر الكبيره صاروا صبايا وبيصلوا على الموت. صاروا صبايا وبيصلوا على الموت. صار له 7 سنين كأنه اليوم صار له 7 سنين. أنا بقول بفتخر بطس وكل أم وكل أخت شهيد وكل خي شهيد وكل جوزة شهيد تفتخر وبتعتز إنه راح أبنها شهيد شهيد واجب بالنتيجة شهيد الدولة اللبنانية ما راح شهيد من الشيات. بالعكس هذا الشيء فخر لنا وعزل لنا ونحن عصرنا صورته وبضل بقلبنا وهما كان لو طالت المادة منيح بس بضل بقلبك. الله يرحم خيك. الله يخليك.